قرر يقول بكفي ندعي لي تواصل معنا بأسرع وقت. نحن اليوم خلية النحل ما بتهدأ، بدنا آلاف المتطوعين بكل المناطق. هي كلمتنا جاهزة لتنظيم الآلاف، وكل واحد منا بيلعب دور بهذا المشروع الكبير اللي هو مشروع كل. هيدا الانتخابات كلنا بدنا ننزل نصوت، بدنا نعلي الصوت، علي صوتك كما يستوطن حيطك. تحدي كثير كبير اكيد، بس اذا كان عندنا الشجاعه والاراده ما في شيء بيوقف بوجهنا. تغيير منه صفحه بالاعلام ولا شعار بيتعلق على الحيط او على البيلبورد. تغيير خيار وقرار. نحن قررنا انه ما حدا يقرر عنا، وانه الاكثريه الصامته الصابره والمنهوبه رح ترفع صوتها بالصندوق، رح يكون صوتها عالي.